فيديو اليوم حيكون شوبينج أونلاين من Forever 21 لأني أنا Forever 21 أنا عادة أحب أشتري ملابس الكاجول، ملابس اليومية، ملابس كده بسيطة أشتريها من Forever 21. يكون عندهم يعني كذا فساتين كيوت، تيشيرتات، أشياء بسيطة ألبسها كذا في البيت أو لما أطلع الحديقة، فأحس أني ما يحتاج يعني أدفع فلوس كثير على أشياء بسيطة، عرفتم؟ anyway خلينا ندخل Forever 21 الآن وتسووا معايا شوبينج ونشوف كيف. okay. عندي اللابتوب هنا فحكون أطالع على هذه الجهة. okay. فهذه هي Forever 21، هذه الصفحة، وشوفوا كمان عشان عيد ميلادهم فمسوين تخفيضات. أنا عادة يعني أطول مرة في الشوبينج أجلس ساعات، يمكن حتى أحيانا يوم كامل بس عشان أختار إيش أبغى وإيش أطلب، لأنه خيارات كثيرة. الله شوفوا كيف هذا حلو، مرة عجبني اللون، عاد أنا مرة أحب هذا اللون، شكله كذا كيوت وفيمينين، هذا عجبني بس ما في إكسمول، راح أخذ سمول إن شاء الله حيكون يعني مقاس حلو عليا. I don't know. وكمان لقيت هذا بس كذا عشان ألبسه في البيت، لأني أنا عندي بيجاماتي البابي ساتشي، إذا شفتوا فيديو أنا وساتشي قطعت لي ملابسي، هذا كمان قررت إني أطلبه. مرة حلو، شوفوا how cute. مرة احترت اني اخذ بينك، عاد انا مرة احب البينك، ولكن ملابسي اكثر ملابسي بينك، فقلت يعني يمكن اختار مثلا الاسود، شوف الاسود كمان مرة كيوت. لكن انا عندي حاجة، عندي مشكلة ما احب البس اسود في الصباح، لما اخرج احب البس الوان فاتحة، فاي ثينك انا حاطلب البينك لاني انا احب البينك ولاني على الارجح حلبسه في الصباح، لانه في الليل دائما يصير برد، فاذا كان برد ما حقدر البس شيء زي كذا. هذا حسيت انه كيوت، وكمان شوفوا مسوين عليه تخفيض كثير، انا عاجبني الستايل، عاد انا مره احب زي ما انتم شايفين احب اللي كذا off the shoulder. فأنيوي واللون أحمر كمان مرة حلو كذا تغيير، حاخذ سمول وإن شاء الله يطلع كويس، ما أعرف. هذا حسيته مرة كيوت، غير إنه لونه بينك، كل شيء بينك، ما لي دخل. مرة كيوت، وبعدين أنا أحب إنه طويل، ولكن أنا خايفة إنه حيطلع بزيادة طويل عليا، يعني هي يوصل لها إلين هنا، أنا أكيد حيوصل لي إلين هنا، وأنا الملابس الفستان الطويلة تخليني قصيرة، فكل ما قصر الفستان كل ما صار شكلي أطول بس هذا أتوقع حيكون مرة طويل، ولكن أنا مستعدة إني أجربه، يمكن أقتنع فيه، يمكن لما ألبسه يطلع حلو، بعدين مرة رخيص يعني $11 مع التخفيض. اوكي، وهذا كمان لقيته مرة رخيص، او ماي جاد مرة رخيص، وبعدين عليه نجوم كثير، عليه نجوم 5 نجوم، فيعني كثير ناس قالوا انه حلو، انه طلع مرة حلو عليهم، فاحسه كذا شيء كيوت تلبس في البيت او لما بطلع الحديقة حيكون حلو. وبس هذه هي الاشياء اللي طلبتها الان، والآن اللي باقي نستنى توصل الطلبية، وبعدين حجرب لكم الفساتين كله وحألبسه وحتشوفوا كيف شكله، ونشوف مع بعض إيش اللي يعني حلو واللي لازم له ترجيع. أوكي، أشوفكم الأسبوع الجاي. كيفكم؟ أنا
جاني باكج اليوم اوكي مو اليوم قبل كم يوم ما فتحته مره نفسي افتحه. جوا هذا الباكج ملابس من Forever 21 حجربها وحتشوفوها معايا. يعني انا اليوم حسوي لكم عرض ازياء اوكي. انا سويت من اول سويت فيديو عن يعني ازياء الشتاء, اذا ما شفتوه هنا حيكون الرابط. بس ما كنت اتكلم في الفيديو, فهذا الفيديو قلت راح اتكلم يعني يصير يعني تسمعوا رايي في نفس الوقت. يلا مرة لي 3 أيام استنى افتح الكرتون واشوف من جواته ان شاء الله الطلب الصحيح. اوكي يلا حابدا. اوكي اجلس اني حلبسها. يلا غمض عيونكم. اوكي احسه كيوت. اتوقعت هذه حتكون مشدودة اكثر, ما ادري يمكن اقدر انا اخليها ضيق اكثر ضيق اكثر زي كذا. Very cute. I think. حلو خلينا نشوف إذا أكثر كمان زيادة. زي كذا حلو. Nice. شوف كذا في فتحة من هنا. ثاني شيء هذا كمان فستان تقريبا pink, بس شوف الفرق. هذا يعني لونه مور يعني على الأحمر أو على peach peachy. حسه حق بحر شيء كذا يتلبس لما راح عند البحر أو حلو من ورا كيوت. إذا فيه له شريطة بس إنه مرمص الآن. anyway خلينا نشوف هذا الفستان راح أجربه الآن أرجع لكم. okay هذا الفستان I think it's very cute. كمان 9/10 يعني طوله مرة مناسب. اوكي خلينا نشوف اللبس اللي بعده. هذا اللبس انا اشتريته بس عشان البسه في البيت, يعني حاجة كذا يمكن حتى انام فيها لان ساتشي مرة خربت لي بجايمي ف يعني هذا بجامة وفي نفس الوقت اقدر البسه اذا طلعت برا كذا يعني امشي البابي او زي كذا تمشية يعني. انا هذا كان هدفي منه بس خلينا نشوف لما البسه كيف يطلع شكله. يعني هو sweat pants ما جات مع بلوزه يعني ست شكل طويله
طويل، بس خلينا نشوف في اللبس كيف يطلع. بعد انا طلبت اكس مول. اوكي يلا غمضوا عيونكم مره ثانيه. اوكي حلو هذا، كيف كذا قصير من هنا، كيف انه كروب، احس انه كيوت، ايش رايكم؟ So cute. حلو كويس انه من هنا من تحت شوية ضيق، يعني مو ضيق كثير بس انه في له مطاط، فيعني ما احب لما كذا مرة يطلع فوق ويتحرك كثير، فلما يكون في له مطاط عارف انه حيمسك. كيوت والله. سنيكرز ممكن يكون كيوت. اتخيل اني لبست شراب. اوكي ما في البس شراب. هذيك نايس. واتس اب واتس اب يو يو يو. غريب اني مبسوطة على هذا اكثر من الثانيين. اوكي اللبس اللي بعده خلينا نشوف. هذا الفستان الاخير اللي باقي اظني طلبت بلوزتين، حلبسها مع جينز واوريكم كيف شكلها. بس والله طلع حلو الفستان، ها مو اللون اخ مرة يجنن. او ماي جاد مرة احب اللون، ما توقعت الطول كذا يطلع، بس حلو خلينا نلبس. I think it's so cute. I love this. مرة كذا تعطي أنوثة. حتى يعني لو أبغى يكون أكثر شوية أقدر أرفع وكذا أطوي من هنا كأنها بلوزة النورة. أو أجيب شريطة أو حزام يعني وأحطه ويصير كذا أقصر. الآن خلينا نشوف البلوزة هذي حمراء عشان أغير، مو كل شيء بينك. والله طلبت كثير بينك، كل شيء بينك. عجبتني كذا هنا فوق كيف شكلها، شايفين كيوت I think. بس خليني أشوف شكلها في اللبس كيف يطلع وحلبسها مع الجينز. أوكي طيب هذه هي البلوزة، احس انها مره كيوت. كمان مره فيمين. اوه ماي جاد مره عجبني، مره حلو. يبغالي روج احمر، ايش رايكم؟ يا سلام، لو كان عيد الحب كان صرت جاهزه. ما عندي حبيب اصلا عشان احتفل بعيد الحب، بس it's so adorable. يقدر البس مع leather اسود، بنطلون اسود leather مره يطلع. يطلع مره جذاب لو لبست الاسود. تبغى البس الاسود شوف شكله كيف. اوكي مع
الليذر مرة حلو. الأسود كده ألبس هذا الطوب كمان جلد. فيها مرة أحب هذه التنور، دائما ألبسها مع كل شيء، فمرة كيوت مع ذا الأحمر. Oh my god I love it، مرة عجبني. بس لازم أتخلص من هذا، تعرفوا حق البلوزة اللي يقص وقص لأنه كذا كل شيء يطلع. بس مرة كيوت. آخر شيء اللي هو يعني ما أدري هذا حتى اللون إيش أسميه، طوبي توب مجد. هذه البلوزة، بلوزة كذا مفروض تكون كيوت. خلينا نجربها. غمض عيونك. أحس إنه اللون حلو، عجبني اللون مرة، اللون مرة كيوت وكذا، يعني مرة ماسك علي، مقاسه مرة مزبوط. طلع حتى حلو مع الجلد الأسود. يعني ما فكرت لما طلبتها، ما كنت مفكرة إني حلبسه مع الجلد الأسود أبدا. بس والله طلع حلو مع الأسود. I like it. بس لو حلبسه أتوقع ما حلبس هذا البوت، بس مع عندي يعني كعب نود يطلع حلو معه، يعني مع الهيلز عندي نفس لون البلوزة، نفس اللون. هذه البلوزة كنت أفكر إني ألبس معها الجينز. أوكي، واللبس اللي طلبته في الأول، أول لبس اللي هو التنورة الوردية، الحلو فيه إنه ستف، يعني أقدر ألبس التنورة، أقدر ألبس البلوزة مع الجينز. حلو هذه البلوزة مع الجينز، شايفين؟ أو أقدر ألبس التنورة مع يعني بلوزة مختلفة، لكن أنا نفسي مرة ألبسها مع بلوزة بيضة، فخليني أشوف كيف يطلع شكلها مع بلوزة بيضة. مرة كيوت هذه التنورة، أنا مرة عجبتني. فهي مرة كيوت. بعدين أقدر أرفعه كذا فوق. لا ما أبغى يكون فوق كثير، كذا حلو. وبس هذا هو كان فيديو اليوم. إن شاء الله.
ساتشي just wait a second. ساتشي تبغى تدخل. كنا حاسة إني بخلص الفيديو. وبس هذا هو كان فيديو اليوم، إن شاء الله عجبكم. وإذا تبغوني أسوي زيادة بس قولوا لي. ساتشي لو سمحتي. Just wait baby, just wait. Okay? Wait a little bit. إذا عجبكم اكتبوا لي. ساتشي. إذا عجبكم اكتبوا لي في التعليقات. سووا لي لايك. ولا تنسوا سبسكرايب وزر الجرس. كمان صفحتي على باتريون اذا حابين تدعموني، الرابط في الاسفل. وقولوا ساتشي just wait، قولوا لي ايش الاحلى لبس لبستو. حبيبي. اوكي I'm coming just wait ساتشي، I will come now. فقولوا لي في التعليقات ايش احلى لبس عجبكم. ويا اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.